جمهور الجيل الجاي، الأربعة 6 نوفمبر رجعنا لكم في موسم جديد من مشروع صنع الرأي، وهذا يعني أنه برنامج زعمة زيد رجع لكم في حلقات جديدة في مواضيع جديدة تهم شأن العام التونسي. احنا في الجيل الجاي، دونك تتفرجوا فينا ربع ساعة قبل وربع ساعة بعد كل ديبا من حلقة زعمة على مدى 6 أسابيع. أنا وجدان همامي عم مبادرة مناظرة، وباش نكون معاكم في حلقة اليوم يحضروا معنا شبيبة مشروع صنع الرأي اللي باش يتناظروا بعد شوية في حلقة زعمة اللي باش يكون موضوعها زعمة تونس قادرة على رقمنة الإدارة. هذا اللي باش نشوفوه بعد شوية. خلينا نتعرفوا على شبيبتنا اللي نورونا اليوم. دونك تحضر معنا درة شياح. عسلامة وجدان، عسلامة صحابي. دونك أني أستاذ تعليم ابتدائي 26 سنة من ولاية المنستير. مرحبا بك. تحضر معنا زيدة رحمة قويدر. عسلامة وجدان، عسلامة شبيبة. رحمة قويدر من ولاية المنستير، عمري 24 سنة وباحثة في قانون الجامعات المحلية. مرحبا بك يا رحمة، وتحضر معنا الجميلة تسنيم الرمضاني. كلكم جميلات رحمة. عسلامة وجدان، عسلامة شبيبة. دوك أنا تسنيم الرمضاني، عمري 21 سنة، نقرة تربية وتعليم وجيت من ولاية القيروان. مرحبا بك تسنيم. معنا زيدة ياسين الفرجاني. عسلامة وجدان، عسلامة شبيبة. ياسين الفرجاني، عمري 21 عام، من ولاية المهدية، ونقرأ كيف زاد إجازة وطنية في التربية والتعليم. مرحبا بك ياسين. اكتساح التربية والتعليم، اكتساح شعب التربية والتعليم. تروح للأقلية لأول مرة في الجيل، اكتساح القطاع العام اليوم. أي دونك مش بعيد برشا على موضوع حلقة زعمة. حابين اليوم نشوفوا هل إنه الشاب التونسي خير إنه يكون يخدم في القطاع العام، أو يخير إنه يستثمر أو يخدم في القطاع الخاص. نكتشفوا هذايا في التقرير اللي حضرناه لكم، ونرجعوا للبلاتو. من بين أبرز الأسئلة اللي يتسألها الشاب التونسي في بداية مسيرته المهنية هي الاختيار بين الوظيفة العمومية أو الاستثمار في القطاع الخاص. وهوني تختلف الأجوبة بالنظر إلى مختلف الامتيازات والتسهيلات من جهة، وكذلك مختلف الصعوبات والتحديات. حسب آخر الإحصائيات المتوفرة، القطاع العمومي في تونس يشغل أكثر من 650 ألف موظف اللي يتمتعوا بنوع من الاستقرار المهني، أو ما يعبر عنه في تونس بالمسمار في حيط. برشا يختاروا التوجه هذا ويسعوا إلى الاشتغال في الوظيفة العمومية، لكن في الفترة الأخيرة مع ضعف طاقة استيعاب الدولة إلى مزيد من الانتدابات، عديدين لقوا الحل في الاستثمار الخاص اللي الدولة تشجع عليه، من خلال بعض التسهيلات لمواجهة العراقيل اللي تنجم تعترض الشباب التونسي. وين نلاحظوا أن تونس سجلت في 2024 ارتفاع في نسبة المشاريع المنجزة من قبل المستثمرين التوانسة من 60% إلى 65% من الاستثمارات الجملية. لكن الشاب التونسي كيفاش يحسبها قبل ما ياخذ قراره؟ بين الشهرية القارة والامتيازات في الوظيفة العمومية، وبين المغامرة في أفق أرحب في الاستثمار الخاص. دونك هل الشباب يحب يمشي يعمل الريسك وياخذ الريسك ويمشي يستثمر في القطاع الخاص، او يدخل يخدم في الوظيفه العموميه وهوكا حاجه سيكوريزي ونحنا نقولوا لها مسمار في حيط؟ اما هي مش خايبه، راهي سيكوريتي. دونك خلينا نسمع راي الشباب اللي يظهر لي ديجا هما اختاروا هكا ولا لا ياسين؟ اكيد كي نبدا نقرا تربيه تعليم، ظاهر اللي احنا اخترنا الوظيفه العموميه على خاطر تعرفوا الاجازه الوطنيه في التربيه والتعليم تكمل 3 سنين اجازه تبدا تخدم. والكل نعرفوا زاد اللي الشاب التونسي دوب ما ياخذ الباك يتحط قدام الامر الواقع، وين باش يمشي وين باش يمشي الاتجاه نتاعو، على خاطر للاسف سوق الوظيفه العموميه اليوم مغلق تقريبا في تونس، باب الانتداب مسكر، الوضعيه الاقتصاديه ما تسمحش. هذاك علاش برشا الشباب اليوم يلجؤوا ربما للقطاع الخاص للاستثمار، وهذا ربما يفسر ارتفاع نسب النظاميه وغير النظاميه. دونك خليني نعرف شنو مثلا اكثر ثلاثه خدم تخدم في الوظيفه العموميه كي تقرا وتمشي تتخرج تدخل التعليم اكيد عندك باغ اكسبيريونس ديجا، فما الامن مش معناها ما فيهش مشاكل، راهو اكيد كما اي قطاع اخر، فما الامن والصحه جو بونس. الامن فما دي كونكور ديما محلولين يحلوا سنويا في الانتداب. دونك بي قطاع عمومي، شنو الامتيازات اللي نجم نحكيو عليها اليوم في القطاع العمومي؟ هي برشا امتيازات الحقيقه. اول حاجه انك الاريحيه، خاطر ما تسمعش جمله لقد استغنينا عن خدماتك، فما زاد الشهريه القاره، خاطر تخاف معناها ساعات دي زونتربريز يفلسوا وتلقى روحك على برا، فما زاد لي فاكونس سيرتو نتاع الصيف، ولا زاد راحة نتاع التعليم راهو عندهم لي فاكونس. عدد منهم معلم مش بعد التعليم، هي امور منح وفلوس، شو عملنا؟
فما فلوس شهرية محترمة في القطاع العمومي مع بعض المنح تتعطى وبعض في التقاعد زادة، يعني أنت مأمن فما الاستقرار في الوظيفة العمومية مش كما القطاع الخاص أو الاستثمار الشخصي اللي فيه الريسك. كما الضمان الاجتماعي زادة موجود. أنا الحقيقة نحس الاختيار القطاع العام ولا القطاع الخاص جاي من فكرة أنه إحنا هل قادرين ناخذوا الريسك وإلا لا. دوك هو أصلا زادة فكرة أنه القطاع العمومي تعب جاي من شنو، حتى كي نرجع حتى في الاستواخ جاي من أنه كانت عنا ثقافة المسمار في حيث أوراي مش خايبة، يعني خايبة عند عبيد سو سون دي بيرسبكتيف، مش ناس كل تراها خايبة. أنا مثلا نعتبر المسمار في حيط حاجة ستابل، حاجة ممكن ما تقلقكش، حاجة تخلي حسابتك مضبوطة، وهذا بتتخ يصلح للناس اللي يحبوا أمورهم ديما واضحة وبيروهم ديما منظم وحياتهم ديما واضحة. سرتو للعائلة زادة. خلونا تو نحكيوا على الريسك مال رحمة. الريسك إني مع الريسك وإلا حل؟ إني مع الريسك. هو شوف القطاع الخاص حل وريسك في نفس الوقت. اليوم الدولة مثلا إذا كان باب الانتدابات مغلق فالشباب زادة مش يقدم كتفين يديهم يستنوا بجكيكة في رحمة ربي تنزل عليهم ولا في مناظرة باش تحل أسفار عليها تحل ولا. دونك لهنا نجم نقولوا انه حل، لكن الحل هذا فيه ريسك فيه مجازفه. ما تستهويكمش انتم شباب فكره انك تلانسي مشروعك وتخدم حر انفستي تعمل على روحك وتعملش على الدوله تخدمك. الظروف الحاليه ما تشجعكش، خاصه تعرف اللي مازلنا ما تمش تعديل قانون الصرف، الباي بال مش موجود، مازلنا نمشوا بنظام الرخص، وهذا كل يعطل الشاب التونسي كي يحب يحل مشروع استثماري مع مشكله التمويل. زاد مش اي بنك نجم يعطيك التمويل اللي لازمك باش تلانسي المشروع نتاعك، وبعد الاستمراريه وتعرف البدايه ديما صعيبه نتاع اي مشروع خاص. هذاك علاش لكن نقولوا ريسك راهو ريسك وظروف مش مهيئه انك تبدا. ما نجموش ننكروا زاد انه اليوم فما شباب في تونس حلت مشاريع وحدها وبدات من الصفر ونجحت فيها، واليوم ولاو خذوا اليشيل انترناسيونال. اني زاد ما نحبش روحي نهار اخر نكون مرهونه في استاد معين نتاع شهريه هذاك هو نقعد فيه حياتي كل معناها لين نموت لين نتقاعد. الحقيقه ما عنديش يعني اني ناخذ الريسك من ناحيه انك عندك مشروعك الخاص، انك تكون عندك شركه تكبر فيها، انك المشروع هذاك يكبر ينجم يكون اليشيل انترناسيونال، انك فكره مزيانه برشا. رياده الاعمال راهي حاجه جميله وجميله جدا معناها. صحيح رحمه، ما تنساش انت راك في المجتمع التونسي عنده خصوصيته مش كيما العالم. زاد انت تحكي على الشاب التونسي، لكن نجحوا فما تجارب ناجحه هذا ما نجموش اكيد ما ننكروش تجارب ناجحه. اللي نحكيو عليهم اليوم في تونس والثقافه نتاع الستارت اب والشركات الناشئه، وفما حتى تشجيع وفما دي استراتيجيه معناها تحطوا للستارت اب هذوك. انا ستارت اب اكت في تونس فوالا بالضبط. دونك فما 600 تقريبا 600 شركه ناشئه في تونس قاعدين ياخذوا في تمويلات، قاعدين ياخذوا في تشجيعات. بلي باغمي التشجيعات مثلا فما اكزونوغاسيون ولا معناها انه ما يخلصوش برشا اعفاءات، انه ما يخلصوش برشا تاكس. بالضبط هذوما حاجات باهيه وتشجع. اما كي تجي تشوف الشركات الصغرى المتوسطه في تونس هي اكثر شركات تعاني من مشاكل ماليه واداريه وغيرها. يعني ما فماش حتى شركه حتى في القطاع العمومي راهي ما تعانيش من المشاكل الاداريه والماليه، راه ما فماش. يعني هذا مثال ينطبق على زوز ولا باهي. انا كشاب تونسي اليوم نحب نحل شركه خويا باهي، عندي ديفان ما تعطلنيش الدوله هكا ولا لا؟ انا سهله ولا مش سهله الحكايه؟ سهله وصعيبه ولا ما خليكش تحل شركه؟ يا سهله وصعبه ديبوندامون هذا من الاستراتيجيه اللي انت تحطها. معناها اذا كان باش تبدا في مشروع، اذا احنا ثقافه المشاريع جينيرالمون ماهيش عندنا. معناها احنا نحبوا كي نحلوا مشروع نربحوا من اول مره، لو سي با اكزيستون. معناها انت ان بروجي يلزمك تستناه مينيموم عامين باش تولي تلقى لو غوتور سور انفستيسمون، ولازم دراسه زاده قبل ما تتقدم معناها في مشروع وراس مال وكل شيء. لازم تعمل دراسه البيرو ديتود والدراسات وكل هذوما راهو ندرسوا وحدنا المشروع ونبداو فيه وحدنا وكذا ورقه وستير نطلعوا بطاش نهبطوا بطاش. خلوا لي لينرجي هذيا الحلقه زعما. دونك احنا توا باش نتفرجوا في الشباب يتناظروا حول اطروحة زعما تونس قادره على رقمنه الاداره. يمشي هما توا يجريوا البلاتو نتاع زعما باش يتواجهوا ونرجعوا لكم بعد شويه. احنا باش نشوفوا راي التوانسه في الموضوع هذايا في فيديو حضره لنا صديقنا امين سليمي، نتفرجوا فيه ونرجعوا لكم. زعما تونس قادرة على رقمنة الإدارة، خرجنا للشارع التونسي وهذا كان رأيهم في الأطروحة. قادرة علاش ماهيش قادرة؟ أنا نتوقع أن تونس قادرة على رقمنة الإدارة. ماهيش قادرة، مازلنا بعد. لا حاليا ماهيش قادرة. لا مش قادرة. الفخ عندنا وتبارك الله الكفاءات عندنا، كان عندنا إرادة نوصلوا كل شيء إن شاء الله. ما عنديش الإمكانيات الكافية باش تتطور من جزات وكل شيء. مش معقول أنه الطالب مثلا يسجل يرسم أونليني وبعد لازم يطلع للفاكولتي باش يوصل هذيك الورقة. ما زلنا ريتار برشا، كل شيء ساعة ما زلنا بالأوراق، حتى الانسكريبسيون معنا نعملوا انسكريبسيون.
أونلاين وكل شيء، وبعد ما أنا لازم باقي نخرجوا أوراق. باش نحكيوا على رقمنة الإدارة، يلزم من اللي يسجل هو أونلاين توصل للإدارة أوتوماتيك. الجامعات نتاعنا يخرجوا في كفاءات كبيرة وكل شيء، ما عندها فهمت. أنا كان ما فماش إرادة، ما رجيت نعمل حتى لي حاضر بحكي بالأحكام تقارير كذا، بو تقارير نجموا بالرقمنة يصبوهم للمحكمة ويطلع عليهم القاضي، اما ديما من الاداره يلزم الاوراق. ما فماش نظام جديد هكا، ماشي ديما بالقديم، امشي تاخذ مضمون استنى الصف وخلص وحتى يجي دورك. فماش ما فماش تكنولوجيا ما صوبش لتونس، مازال ما عندنا حتى شيء. ما دمنا مثلا نخرجوا في النظام والاوراق ونقيدوا في ليسيات بالاوراق، معناتها واش قال؟ في الحوادث اللي تصير في الطرقات مثلا توا تخرج السامي والا الحمايه المدنيه. نورمالمون الرابور هذيك يكون موحد بين المستشفى وبين السلطات المحلية اللي خرجت وبين مركز الشرطة مثلا، ما نقعدوش كل ورقة خرجوها وحدها. تشوف الكنيسية هذيك اللي كانوا قالوا مش يعملوها مقبرة رقمية أو كي خربوا فيها سنين. الإنسان حتى كي يجي يطلع بيت رواه تحبلو ثلاثة أربع شهور، اللي في الدول الأخرين في نهار في ساعة بالبورتابل يقضي قضيته. حتى في وقتنا هذا معناه ما زلنا في 2024 وأبينتو 2025 وتونس ما زالت تشد الصف على المضمون بالساعة والساعتين، أوراق الضوء كيف كيف والمال.